في العين الثالثة هنجيب لك اللي ما شفتوش وهتشوف اللي ما لحقتوش، عندنا لقطات فاتتك وحكايات هتعجبك. العين الثالثة برنامج جديد في يلا كورة، هقابلكم انا ان شاء الله انا كريم سعيد مع دينا زاهر. بعد نهاية كل جولة هنقدم لهم لقطات من كل جولة في الكان، انتوا ممكن متبقوش خدتوا بالكم منها خلال المباراة او حتى من كواليس البطولة، وهتشوفوها بس هنا في برنامج العين الثالثة على يلا كورة برعاية كوكا كولا. كريم، بعد انتهاء الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس أمم أفريقيا بكوت ديفوار، عينك الثالثة شافت ايه؟ عيني شافت هدف مصطفى محمد الأول مع منتخب مصر في مباراة موزمبيق قديمة. طبعا الهدف ده حلاوته في ايه؟ حلاوته ان هو نتاج شغل اللاعب في البرايفت مع مدربه الشخصي، وانه يقدر يطبقه او يترجمه في المباريات الرسمية. مصطفى محمد بيتدرب برايفت مع مدربه أحمد جميل، وشفنا الفيديو وهو بيدربه على الجملة ازاي النهاردة يتصرف في الموقف ده، وفعلا مصطفى محمد عمل الهدف الاول لمنتخب مصر كوبي وبيست من التمرينة اللي خدها مع مدربه الشخصي، ودي حاجة طبعا تحسب لمصطفى محمد، وطبعا اكيد بدون شك تحسب ليه مدربه الشخصي احمد جميل. يعني ما لفتش نظرك ان هو اسرع جول في النسخه دي من كاس امم افريقيا؟ اكيد اسرع، بس هو ما عداش طبعا هدف، هي دي بقى العين الثالثه، ما عداش طبعا الهدف كابتن ايمن منصور طبعا في كاس، بس في النسخه دي يعني اسرع، في النسخه دي طبعا هو اسرع، وكان كنا طبعا نتمنى ان المباراه تنتهي بنتيجه افضل من كده، بس اكيد احنا مبسوطين بان احنا في حاجه ايجابيه عندنا، ان في لاعب عمل شيء في البرايفت وقدر يطبقه في المباراه الرسميه. كريم، عينك الثالثه بقى شافت ايه كمان؟ شوف احنا جبنا لقطة إيجابية في أول لقطة احنا جبناها، معانا اللقطة التانية تبقى لقطة سلبية شوية. تبقى لقطة سلبية شوية. كلنا شفنا الهدف التاني لموزمبيق في منتخب مصر، وكانت مشكلتي في الهدف التاني دي مش الهدف نفسه، ولكن اللقطة اللي بعد الهدف. روي فيتوريا جري بسرعة، جاب منشفة أو جاب فوطة بيضة وبدأ ينشف وشه وينشف العرق. ما كنتش حاسس، طبعا الرطوبة عالية هناك، بس ما كنتش حاسس إن هو علقان بصراحة، بس التصرف اللا إرادي منه حسسني إن هو متوتر. يعني حركة الفوطة دي حسيت ان هو متوتر جدا جدا، وما كانش عامل حسابه انه ممكن يواجه سيناريو زي السيناريو اللي حصل، يكون متقدم على موزمبيق اضعف فرق المجموعة بهدف ويرجعوا عليك 2-1، وكمان اداني الاحساس ان هو ما عندوش بلان بي، يعني ما كانش مستعد لسيناريو بالشكل ده. وطبعا انت عارفة المدير الفني لأي فريق لو دخله التوتر والتوتر ظهر عليه ووصل للعيبة، بقت اللعيبة عندها ازمة في مباراة، والامانة ده اللي احنا انت تنبأت الحقيقه، انت تنبأت بيه لما كنا في اللايف بتاع اختيار القايمه، وقلت ان روي فيتوريا حط نفسه تحت ضغط باختياراته دي، فانت مش محلل رياضي بس، لا ده انت كمان محلل نفسي. يعني شفناه هو بصراحه، خلي بالك لو تفتكري في تصريح الساعه السويسريه انا قلت لك ان هو تصريح اوفر شويه، تصريح درامي. وفيتوريا انا دايما مدير فني لاي فريق لما يبدا يتكلم بشكل درامي زياده عن اللزوم اعرف ان هو بيبعد عن الشغل بتاعه، وبيبدا يخاطب او يداعب الجماهير والميديا، وانس دخل في الشارع ده بتبداي تحس ان هو كامتلاكه لزمام الشغل بيقل شويه. طيب في خناقه بقى تريشي كده وعلى الهادي كده حصلت ساعه الكاميرون، في الكاميرون بعد تعادل الكاميرون في كده تصريحات كده ما بين سونج وما بين اونانا، اونانا بيقول حملوني انا المسؤوليه، انا القائد وانا اللي بتهاجم على طول وانا متحمل المسؤوليه. سونج بقى يرد عليه يقول له ايه، ما احنا كلنا عارفين ان انت اصلا مش هتيجي. انت وصلت الساعه 4 الفجر والماتش كان الساعه 5، فاحنا كلنا كنا عارفين ان انت مش هتلعب. فرايك ايه في التصريحات اللي رايحه جايه كده بينهم، خصوصا ان هم اصلا في كاس العالم كان في بينهم خناقه كبيره اللي خلت اونانا ان هو بينسحب من منتخب الكاميرون؟ شوف يا دينا، اكيد طبعا فكره ان لاعب دولي يروح لمنتخب بلاده قبل مباراته الرسميه تقريبا بعدد ساعات، مش يوم كامل، حتى عدد ساعات قليله، طبعا ده امر مش بروفيشنال خالص، حاجه مش احترافيه، وما هو حظه كمان غير الماتش اللي هو لعبه، لا ده الطياره كمان بتاعته اتاخرت بالظبط. لكن الفكره في حته ايه، ان هو اونانا طبعا احنا شايفين، وعايز اقول لك الامر ده اللي انا هقوله ده دايما بينطبق على لعيبه الكاميرون ونيجيريا وغانا، لعيبه الثلاث منتخبات دول ده فكرهم هو ايه، انتمائي للنادي الاوروبي بتاعي بيبقى ازيد، لان انا النادي الاوروبي هو اللي بيكبر اسمي، هو اللي بيديه مرتبي، هم حتى المنتخبات دي على مدار الكان بيبقى عندهم دايما مشاكل في مساله اللعب في بطوله كاس افريقيا عشان موضوع المقابل المادي. يعني حتى منتخب نيجيريا قبل كده كان في ازمه كبيره جدا جدا جدا، اللعيبه مش عايزه تسافر،
الا لما تاخد فلوسها. حتى سامويل ايتو رئيس اتحاد الكاميرون لما كان لاعب كان برضو بيعمل نفس الازمات دي. ونانا طبعا هو كان عنده ماتش مهم جدا مع مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي قدام توتنهام، وماتش طبعا ماتش قمه، ومانشستر السنه دي طبعا عنده مشكله، ونانا نفسه عنده مشكله، ونانا نفسه حتى يعني بيمشي بيعمل لقطه حلوه وبيعمل خمس لقطات وحشين مع يونايتد. فهو كان واضح ان هو مش عايز يفوت الماتش ده. الاتحاد الكاميروني مع اداره مانشستر يونايتد توصلوا الى اتفاق ضمني ان هو يعني يلعب الماتش ويسافر على طول بالظبط. فبالتالي طبعا الخناقه اللي احنا شفناها دي كانت خناقه طريفه جدا، فاهم؟ احنا في وسط البطوله قائد الفريق بيتخانق مع المدير الفني وبيتراشقوا في التصريحات حتى بشكل مباشر، واضحه جدا جدا لاي حد بيشوفها. معلوماتهم اصلا متوتره يعني بالظبط. فطبعا واحده من اللقطات الغريبه اللي احنا شفناها في الجوله الاولى، واللي اعتقد هيبقى ليها ظلال ثانيه لسه فيما تبقى من مباراه الكاميرون في البطوله دي. كانت خناقه تريشي كده وهاديه. عندنا بقى خناقه كانت قويه كده، احكي لنا عن خناقه غانا. طبعا منتخب غانا طبعا اكيد احنا عارفين ان هو معانا في المجموعه، واكيد طبعا لما يجي حد يقول ان منتخب غانا هيلعب كاب فيردي او راس الاخضر في مباراه، اكيد منتخب غانا هو المرشح الافضل. لكن كاب فيردي بصراحه فاجئنا بمستوى اكثر من رائع. واضح ان الامر ده جماهير غانا ما كانتش متقبلاه، وهويتن المدير الفني الايرلندي لمنتخب غانا واضح ان هو مش على وفاق مع الجماهير، والجماهير مش مبسوطه من اداء الفريق معه. طبعا توجهوا لفندق الاقامه، وحصل طبعا المشاهد اللي احنا شفناها خناقه كبيره، ودي واحده من اللقطات برضو الغريبه جدا في بدايه البطوله، ان الجماهير تروح لفندق اللعيبه وكاد يحدث ما يشبه الاحتكاك الجسدي. يعني كان ممكن ده يحصل الموضوع يكبر ونخش بقى في يعني في دايلاما تانية خالص. بس طبعا واحده من النقط يعني الغريبه في منتخب غانا ان الجماهير تقدر توصل يعني توصل لفندق اللعيبه وهم يقوموا بالتصرفات دي. بس الحمد لله في الاخر الموضوع اتلم. وطبعا هو الامانه بشكل او باخر هو يعني يفيد منتخب مصر. طبعا منتخب غانا هو ده في توتر قصدك قبل المنافس منافس طبعا لمنتخب مصر في المجموعه. فان شاء الله باذن الله نستفيد من هذا الامر رياضيا. احنا طبعا نتمنى السلامه للجميع، ما نحبش طبعا المشاهد دي، بس نتمنى ان احنا نستفيد من هذا الامر رياضيا في المجموعه وناخد ترتيب افضل من ترتيب منتخب غانا ان شاء الله. سين سؤال يا كريم، فيتوريا سافر ومعاه كام حارس مرمى؟ اربع حراس. ممكن تقولي الاسماء؟ محمد الشناوي، احمد الشناوي، محمد صبحي، ومحمد ابو جبر. برافو يا كريم. بس انت غلط. ليه بقى؟ عشان عندنا حارس مرمى خامس. مين هو؟ امام عاشور. ده هو خالد وايه جونبر. امام عاشور في التمارين في اخر تدريب للمنتخب، دي لقطه حصريه لينا. وقف احكي لنا بقى عن نشوف ازاي امام عاشور حارس مرمى. طبعا دي لقطه حصريه لينا في يلا كوره اكيد. امام عاشور في اخر مران لمنتخب مصر قام او خد دور حراسة المرمى، ودي أول مرة تشوفوا إمام عاشور فيها بعيد عن بقى إيه قلب الملعب. يعني دايما متعودين على إمام عاشور مركز 8، مركز 10، مركز 6 ساعات، ممكن يلعب جناح، إن شاء الله يا رب يلعب مساك. لكن أول مرة هتشوف إمام عاشور كحارس مرمى معانا في برنامج العين الثالثة. وطبعا كان واضح إن هو ربما يكون حاجة في الفيتنس أو فاهم أو حاجة ترفيهية للاعبين. ساعات المدير الفني يحب إن هو يعمل حاجات لايتي في التدريبات عشان اللعيبه تفك من طبعا شكل الجديه. وطبعا اكيد طبعا برضو الفريق متأزم من التعادل طبعا في الجوله الاولى مع موزمبيق. فكانت لقطه طريفه جدا ان احنا نشوف امام عاشور في رول جديد في المنتخب وهو حراسه المرمى. عندنا كده خمسه حراس مرمى دلوقتي مطمنين يعني. احنا كده خلصنا النهارده العين الثالثه للجوله الاولى في دور المجموعات في كاس امم افريقيا بكوت ديفوار يا كريم، ولسه لينا جولات ثانيه. استنونا ان شاء الله في الحلقه الثانيه من العين الثالثه بعد نهايه الجوله الثانيه في كاس الامم. مكملين معاكم ان شاء الله انا ودينا زاهر لغايه نهايه البطوله، حلقه بعد نهايه كل جوله. وكل التوفيق لمنتخب مصر ان شاء الله في ان هو يرجع لنا بالكامل.